السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، توحشتكم بزاف بزاف. كيف ما تشوفوا اليوم اخوتي، القصه ديالنا لقصه واعره اللي بغيتكم تبعوها معايا، اللي تاخذوا منها كيف ما كنقول لكم عبره. وكيف ما كنقول كلامي، الروح عزيزه عند الله. اجي تشوفوا اخوتي القصه شنو هي. قبل ما نبدا نبغيكم تجلسوا وتاخذوا شي حاجه في يديكم تشربوها وتسمعوا القصه ديالي فين غاديه. بقاو معايا اخوتي. كيف ما كتشوفوا اخوتي، مؤخرا ولينا كنشوفوا بزاف الناس كتدخل مواقع التواصل وما كتعرفش اشنو هو، كيتقلبوا على اي شوهة ولا على اي حاجه باش يديروا الشهره. وحنا كنهضروا على هاد القضيه هذه، ولكن هاد المره غادي نقول لكم هاد القصه اللي ما فيها لا سفاح يا مراه يا راجل. هاد المرة غادي نهضروا على طفلة، اللي هي بزاف الناس ما كيردوش البال لولادهم، كيخليهم كيقول لك دير خليه يدير اللي بغى، ولكن هذا الدري ما كنعرفوش شنو كيدير. مهم، هاد البنت هادي اللي غنهضروا عليها سفاحة، اللي سميتها سفاحة تيك توك القاتلة، اللي سميتها كلير ميرلا، اللي من امريكا، اللي تزادت سنة 2007. الاب ديالها اللي سميته مارك مارلي ميرلي. سنة 1997 مارك تزوج وكان عايش في مينهايم في ولاية بنسلفانيا، واللي كان هذيك الساعة دازت واحد المدة ما بين المرض ديالو ولدو الأخت اللي سميتها هيرلين. هاد البنت هاد هيرلين كانت متزادة، قبل ما تزاد كان عندها واحد المشكل في الداس ديالها، إعاقة. كان عندها ما كتقدرش، إعاقة جسدية كلها. اللي ما البنت اللي اكثر الدكاتره قالوا لهم هاد البنت غادي تكبر، ولكن غتكبر في واحد الاعاقه اللي ما غاديش تعرفوا، اللي غتبقى حياتها كلها دايره كروسه ديال الاعاقه ديال المعوقين ساكن. مهم، هي اللي بقات هكاك وتقبلوا الامر. والبنت كيف ما كتشوفوا مارك كان ولد عائله لاباس عليهم، كانت يدخل بنته دير رياضه دير اي حاجه مهم باش يسعد هاد البنت هذه. ولكن في سنه 2007 تزادت كلير مهم تزادت، بقات بشوية كي بنية، دخلت المدرسة، كبرات، ما كانت يخلي حتى شي حاجة. مهم، مع الوقت كلير كانت دائما البنت اللي كانت ما عندهاش إعاقة، كانت عادية، كانت دخلت المدرسة، كانت صار عندها أصدقاء ديالها، ولكن كيف ما كنشوفوا كانت تبعت واحد ستيل اللي تقولوا لي ساطعن. هاد السيل هذا اللي تيقولوا لي كيف ما كنقولوا حنا في المغرب ملائكه الشياطين، اللي كيلبسوا الكحال وهاد. المهم هما في امريكا عندهم عادي. مهم كلير بقات في هذيك لاج عند 14 عام. الاب ديالها كان انسان ما ناقصهم حتى شي حاجه، مي كان اكثر الاهتمام كان في الاخت الكبرى اللي مريضه. مهم كما كتشوفوا كلير دخلت لواحد المدرسه اللي سميتها لانكاست، اللي كانت مدرسه معروفه عندهم في المنطقة. ولكن في سنة 2022 نهار 21 فبراير كان جرت واحد الكارثة، لأن كلير كانت دائما عند المشاهدة بزاف في التيك توك. مي هي كلير كانت طمعات، كانت عندها ديك الساعة 20، علاش أنا ما ندير شي حاجة ولا نشوف كيفاش باش نطلع المشاهدة. مهم كانت هذيك أي فيديو كدير كلير كان ملامح درجة ماشي بنت طبيعية. واحد الليلة اش قالت، خلات والديها تنعسو كل شيء، دارت اللي قالت، وكانت اختها ناعسة هيرلين، كانت ناعسة في البيت كيف ما كتشوفوا مسكينة، كانت عندها إعاقات ينعسوها وتخليوها. دارت اللي قالت كلير ودخلات على اختها. تخيلوا بنت عندها 14 عام دخلات على اختها، هزات موس من كوزينة وبقات كتطعن فيها حتى ماتت. ولكن هي البنية ما فاقت حتى لقات راسها، دارت بزاف الحويج أن قتلات اختها. ولكن خاصكم تشوفوا أن من قتلات اختها خرجات برا وقسلات يدها بالثلج، بقات كتمسح يدها بالثلج ودخلت للدار وخايفة وما عارفة ما دير وكتبكي. قالت اش غندير، عيطت البوليس وما فيقاتش والديها، وقالت البوليس اشنو. البوليس جاو، ومني جاو ديك الساعه كيسمع الاب ديالها لامبيلونس وكيسمع البوليس انه كاينين، قال اش كاين،
منيح العينو لقاها بنتو قتلات بنتو. قال اشنو كاين؟ تدخلوا البوليس ديك الساعه كلير حلات على البوليس، قالوا لي ما كاين والو، راه بنتك عيطت لنا انها قتلات بنتك، وواحد الصدمه كبيره. ولكن ملي جاو يديوها ما خلاوش انها، كتعرفوا امريكا مع حكم بان قاصر ما عرفوش شنو غيديروا معاها، قالوا غنخلوها تحت المراقبه مهم تحت يديهم. بقاو كيسولوا فيها ان لقاو ان البنت انها بغات دير المشاهده، ولكن لقاو واحد الحاجه ان فيها ان الغيره ديالها بكثره الاب والام كيثيروا الاهتمام الاخت ديالها، ولكن ملي غادي تجيو تشوفوا ان الاهتمام ان الاخر عندها اعاقه، ما كديرش حوايج اللي كدير كلير، ما كديرش بزاف الحوايج. هادشي علاش؟ ولكن كيف ما سمعت في القصه، كي البحث ديال هاد القصه هادي، ان قالوا غتطبق الحكم حتى تبلغ كلير، وهذيك الساعه عاد يشوفوا اشنو غيديروا معاها، لان غادي تقدر تحكم بالمؤبد ولا اعدام. مهم كنتمنى اخوتي انا عطيتكم عبره في هذه القصه وعطيتكم الشرح ديالها، لان بعض المرات تنخلي ولادنا تيقيسوا واخا حل الكونت، ولكن خصنا نعرف علاش نحلو. ولكن كاين اللي كيطمع بزاف كيدير بزاف الحوايج غلط، ولكن غادي تشوفوا كلير ها هي دارت بزاف مشاهده في تيك توك ودخلوا بزاف الناس، ولكن في الاخير بكثرة هذيك المشاهدة والفيديو اللي دارت التيك توك حيدوا لها لاشين ديالها، وكتشوفوها هي مشات ومشات حتى اختها. وكنتمنى بزاف بزاف الناس يردوا لولادهم البال، وكنتمنى تكونوا هذه القصة هذه خديتوا منها عبرة، وكنتمنى التشجيع ديالكم، وشكرا ان شاء الله في فيديو جديد.